The performance was so energetic that the claps and hootings just don't seem to end. A big round of applause for Faraz. Okay, audience, fasten your seatbelt because it's time for the show to begin. Now, we have our students of grade 1 and grade 2 to perform on Buniyal Islam. Let's all together enjoy the performance of our tiny tots. أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجوع وبجنة ربي أذكرها الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا